السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم مرة أخرى معايا في القناة ومع وصفة جديدة. وصفة اليوم غادي تكون هي الدجاج المشوي أو الدجاج المحمر اللي كنقولو احنا في المغرب. وهو دجاج كيجي زوين وبنين بزاف، وكان كنحتفلو به في المناسبات في الأعياد، ولا ملي كيجي عندنا شي ضيف ويستحق التجربة اللي ما كيعرفوش. إذن غادي نقولوا بسم الله وغادي نتكلوا على الله ونبداو بالمقادير ديالنا. هاد بطبيعة الحال خصنا الدجاج. أنا هنايا استعملت 3 دجاجات كبار مغسولين بالحامض والملحة، ومن الأفضل تخليهم يرقدوا 1 ساعة المكانة في الحامض والملحة قبل ما تصلوهم مزيان. وغادي نحتاجو 5 ديال البصلات. انا هنا استعملت لذاك الدجاجات 5 البصلات كبار، غير قطعتهم نقيتهم وعادي نطحنهم في الماكينة دغيا دغيا، احسن من نجلس نقطع زعما بالموس. الماكينة كتسهل الموضوع. انا هي عمر لي هنا الكاس وباقي عندي البصلة، هرمشت شوية داك البصلة باش نلقى المساحة اللي باش نزيد هذاك الشيء اللي بقى. اذا غنستعمل هنايا نصف حامضة، هذا الحامض المصير او الحامض المرقد، وغادي نستعمل هنا حوالي 3 ملاعق كبار ديال الربيع مخلط، القزبر والمعدنوس بجوجهم. وهنا العطرية غادي نحتاج الملحة، والعطرية هذه برياني سبايسي بحال كتعودني على العطريات المرزية، والكارليك انا هنا درت باودر، والخرقوم وسكينجبير والفلفل الاسود. هادو هما العطريه اللي استعملت، ودرت معلقه، اعتمدت في العبار ديالي على ملعقه ديال الشاي تكون مملوءه. هذا نصف كاس ديال زيت العود مخلط مع زيت النباتي، زيت الزيتون وزيت نباتي مخلطين مع بعضياتهم، حوالي 125 ملي. وهذا الزعفران الحر انا رقدته هنا في الماء طايب باش كيطلق قبل ما نستعملوه. صافي، هادو هما العناصر ديالي اللي خصني غادي نطحنهم حتى ينسجموا ليا كاملين. دونك هنا انا غادي نستعمل الماكينه وغادي نطحنهم. ها انتما هنا من بعد ما طحنتهم غادي صافي، غادي ناخذ داك الخليط ديالي باش غادي نديروه في الدجاج ديالنا. اذا هنا انا جبت واحد الاناء اللي كيدخل الفران، هو اللي غادي نطيب فيه هاد الدجاج. غادي نخلط فيه ديريكتومون، غادي ندير فيه وغادي نغطيه وغادي يكون واجد ليا باش يدخل للفران، حيت انا هاد الدجاج ما نطيبوش فوق البوطه نهائيا، غادي نديرو نطيبو غير في الفران. صافي، انا هنا كبيت الشرموله ديالي وغادي نبدا ان نشرمل الدجاج ديالي. وراكم عارفين هذا خيط باش نعقد الرجيلات مني نسالي. وصافي، غادي نبدا ندخل داك الشرموله ديالي في الدجاج باش الدجاج يشرب ليا الملحه والعطريه وكل شيء العناصر اللي متواجده في داك الشرموله. كنتوما كتشوفوا كيفاش كنضغط على هذاك الشرموله ديالنا باش ندخل في الدجاج. صافي، هانتوما كتشوفوا انا كنبقى نحك في داك الشرموله غير باش الدجاج ديالي كامل يتقاص بيها وداك الملحة والعطرية تدخلنا في الدجاج. هانتوما كتشوفوا معايا خديت هنايا الدجاجة الثانية وكندير نفس العملية. انا كنحاول انني نزرب الفيديو باش ما يجيكمش طويل،
وانا ناخذ الخيط ديالي باش ربط معكم وحده غير باش تشوفوا. اذا عادي هنايا عادي ربط هذاك الرجيلات باش يتجمعوا ليا. صافي هانتوما كتشوفوا انني عقدت هذاك الرجلين، كتعطيهم غير الخاطر حيت كيكون مع الليكات وهذاك الخيط كيكون شويه كيزلق، ولكن عطيوهم الخاطر حتى تعقدوهم. هادشي اللي خصكم ديرو. وصافي انا نكمل الكميه ديال الدجاج اللي بقى عندي كامله، غادي نشرملها وغادي نوريهم ليكم. هنا شرملتهم كاملين هنايا، درت نفس العمليه. وهنا انا غادي نطيب القنصه مع هاد الدجاج. القنصه هي اختياريه، يعني الناس اللي كتبغيها كتبغيها، اللي ما كتبغيهاش ما تستعملهاش. انا هاد القنصه غسلتها حتى هي نفس الشيء، رقدتها في الملح والحامض وغسلتها مزيان وقطعتها. وغادي نديرها مع هذاك التشرميله لتحت في داك الاناء اللي غنطيب فيه، غنخليها لتحت باش حتى هي تدخل فيها العطريه مزيان. هنا فقط الاشاره، هي من الافضل هاد الدجاج انكم منين تعطروه تغطيوه وتخليوه واحد المده يشرب داك العطريه. انا هنا راه ما نستعملش السمن، غنستعمل فقط الزبده. درت حوالي 4 المعالق كبار ديال الزبده، ولكن اللي كيبغي السمن وكيفضلو من الافضل يستعمل السمن حيت كيعطي واحد المذاق زوين. هنا هانتوما شفتوا انا الجميله ديالي غطيتها بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخليها الليل كامل مع باش ترقد ليا مزيان. من بعد غادي نطيبه في الفران لمده ساعه ونصف، ونخليه حتى يبدا يدخل فيه الطياب. هانتوما كتشوفوا راه مازال ما طايب لياش مزيان، ولكن من بعد ساعه ونص انا غادي نحيده باش غنكمل له هو الطياب في الفران بوحدو ينشف. وهذاك لاصوص اللي بقى لينا غادي نديروها تغله فوق البوطه، راه انا قلبتها لاناء اصغر، ونخليوها حتى تعقد على خاطرها حتى كيتازل داك لاصوص ديالنا على الزيت، يعني كيبدا يبان لك الفرق ان الزيت بوحديتو هنا فاش تكون الضغميره ديالنا فعلا وجدات وكتجي معلكه وزوينه. ايوا هذه هي وصفه اليوم، كنتمنى انني نكون سهلتها وبسطتها بالصحه والراحه، وغنقول لكم نهاركم او مساءكم بروك كما العاده.